حديثكم عن تنمية القدرات خبر في منتهى الأهمية عن إنشاء أتيلي للمكفوفين لاستغلال أوقات الفراغ، تنمية قدراتهم، اكتشاف مواهبهم، التعامل معاهم، تنمية حاسة اللمس عندهم. أستاذ محمد رشاد السيناريست، أهلا بحضرتك. يعني أعتقد أن هذا المشروع في غاية الأهمية. هو بس قبل ما نتكلم عن المشروع ده كان عندك تعليق؟ في تعليقين بس على حاجتين. اولا احنا نقدر ندمج اللي حصل اللي فات كله في مساله سواء علاقه الزوجه النكديه في البيت او سواء الطالب الجامعي اللي بنتهمه بانه جاهل او سواء الالعاب الشعبيه. اي حد في الدنيا، جيتا نفسه هذا الكاتب العظيم قال انه عبقريتي او انا قدرتي على هذه العمليه الابداعيه في الكتابه وعمل الاعمال بتاعته العظيمه جدا نتيجه ان والدته على ما اذكر او جدته كانت بتحكي له حكايات الف ليله وليله وهو صغير. هنا الحكايات بتربط حاجه مهمه جدا، وده ما بيبعدش عن موضوع الطفل الكفيف ان احنا ننمي قدراته. الحكايه عالم ساحر بالنسبه للطفل، مهم جدا. فالنهارده لما احنا بنتكلم بالنسبه للطفل، لو انا هرجع احكي حكايه مظبوطه كويسه بتنشط خيال الطفل، اللعبه الشعبيه لما الطفل بيلعبها بتعمل له حاجه مهمه جدا وهي احنا قلناها في الكلام، وهي العلاقه بالاخر. الطفل الكفيف عندنا عنده مشكله شديده جدا وهي قدرته على التعامل مع الاخر. انا رحت دار من الدور المتخصصه في رعايه هذه الحالات ولا داعي لذكر اسمها طبعا، لكن لقيت ان الطفل عنده 5 سنين كفيف كل ما بيقوله بيقول بو ماما بابا لحد 5 سنين. ازاي وصل 5 سنين وهو غير قادر على النطق؟ في حاله تانية انا عصرتها عندها 2 سنين وكانت طفله وكفيفه، وفي النهايه وصلت انها بتقول مش بتتكلم، لا يعني بقينا نقول لها اقعدي اسكتي بقى عشان زهقنا من الكلام. ده نتيجه ايه؟ نتيجه انه عالم الحكايات والالعاب الشعبيه البسيطه. صح. لو انا هعتمد على الكمبيوتر تماما، الكمبيوتر رائع جدا وشيء عظيم، انا شخصيا ما بعرفش استغنى عنه، لكن يعني عامل لي مشاكل كتير جدا. اولا غير المشاكل الصحيه اللي اثبتت الدراسه العلميه طبعا، بيعمل لي نوع من الحياديه مع الاخر. اللعبه الشعبيه النهارده لما بلعبها بتعمل لي نوع من الحميميه مع الاخر، فلا اخشى الاخر. اللي احنا بنتكلم عنه النهارده الطالب الجامعي اللي ابتعد عن المساله، وعندنا مساله عقده الاخر ونظريه المؤامره، ان الاخر يتامر زي ما يتامر في نطاق العولمه اللي بيحصل، اعمل زي ما تعمل مش تقف قدامه لو هو بيتامر الا انت مع نفسك. فاحنا عندنا مشكله كبيره جدا وهي مشكله ان انا احيا في اطار مؤامره الاخر، الاخر دائما يتامر علي. ده بيحصل عندي عند الطالب الجامعي اللي هو طب ما انا هروح فين؟ ما اصل ده بتوصل مع المساله المجتمع متامر عليا فانا هعمل اخرج اعمل ايه؟ ما اللي قبلي هرجع اعمل. لا، هي في مشكله اساسيه. لو انا بدات مع الطفل سواء كفيف او عادي او مبصر يعني، وانا اسف في كلمه عادي لان الطفل الكفيف برضه عادي يعني، مساله انه بيتعامل من ببدا معاه من اول ما بتتفتح عينه على الدنيا وده تتفتح، لو اتفتحت على جمله موسيقى زمان كانت جدتنا وكده تحكي هون ننام وتبحرك جوزين حمام والحاجات دي، الصوت الهادي ده بيهديني، بيبدا الطفل يتنشط خياله من خلال الحدوته اللي بيحاول يعمل معادل بصري في ذهنه. وده هنا بقى عند الموضوع اللي بنتكلم فيه، موضوع الطفل الكفيف اللي هو لما بنعمل له اتيليه. احساسه بملمس التمثال بيعمل هذا التعامل مع العالم الخارجي وبيطور احاسيسه. يبقى المفروض 1 2 3 بنبدا مع الاطفال، لو عايزين شبابنا ما يخرجوش اميين يبقى بنبدا معاهم من وهم صغيرين، نعلمهم على حاجه مهمه جدا ويا ريت تكون منظومه اساسيه يتم تعليم الاباء. على فكره احنا مش بس عندنا جهل في جهل ثقافي، احنا عندنا جهل ابوي. الاباء والامهات في مصر لا يعلمون كيف يكونوا اباء او امهات، لانه انا بلاقي مثلا اب في الشارع ماشي بيضرب بنته وبتبكي ونظره القهر في عينيها لانها اخطات. طب ليه؟ مع انه من الممكن جدا التعامل، على فكره وعن تجربه جربتها، لو ربطت الطفل بيك انه يحبك وكان تهديدك ليه بمجرد انه هيفقد هذا الحب، صدقني عن تجربه حقيقيه عمليه الطفل هيحط ده 100 مره ويفكر 100 مره اكثر من العقاب والقسوه الجسديه. فاحنا النهارده لو هنعمل ده هنعمل مساله، لازم نحط منظومه اجتماعيه ان احنا نخلي الاباء ازاي يعرفوا يربوا ابنائهم على ان يكون عندهم عقليه تحليليه، ازاي يحلل الاشياء ويفككها ويعيد تركيبها تاني في منظومه جديده تنتج الابداع
الجديد، فهنلاقي ده على مستوى جميع المجالات. بالنسبه للطفل الكفيف، انا اتكلمت مع استاذ انس اللي هو مسؤول عن الموضوع ده واعرفه شخصيا، يعني الراجل بيحاول بكل طاقته انه يعمل ده. هذا الابداع الفني لما بكون بنحت شكل الكفيف بيعرف العالم بدايه عن طريق اللمس، يمكن لغايه اول 10 سنين بيبقى مش معتمد قوي على السمع، لسه ما موظفش وظيفه السمع، ده عمليا ما بيقدرش يوظف وظيفه السمع قوي عشان يقدر، بيبقى اللمس. هذا اللمس هو ممكن نستغله في ان انا دلوقتي بفكر في مشروع وبحاول، كلمت جهات كثيره جدا مالكش ان طب لما انتوا تعملوا نحت، طب الطفل بيروح جنينه الحيوانات بيسمع كفايه صوت الاسد لكن ما يقدرش يلمس الاسد، طب ليه الطفل كفيف ما نعملوش حديقه حيوان مجسمه يروح، واتناقشت والله مع جهات كثيره جدا لكن للاسف في عوائق كتير جدا، ما يروحش ليه يلمس النعامه عن قرب، ما يروحش ليه يلمس الاسد عن قرب. ليه بقى دراميا، بما اني سيناريست يعني، ليه ما بيتعملش حكايات، وده كان مشروع كنت مقدمه في احدى الجهات وللاسف يعني، ليه ما يتعملش مجله ناطقه للطفل المصري للكفيف، الطفل الكفيف. ان النهارده هتيجي طفل كفيف بينزل عند فرشه الجرايد، عند فرشه الجرايد، ويقول انا ليا مجله وسط دول اقدر اشتريها، مالوش. لكن لو عملنا مجله ناطقه بتحويل، وعرضت ده المشروع احدى المجلات الكبرى ومؤسسه كبرى بتتبنى هذه المساله في مصر، وللاسف لم يتم، ما اعرفش ايه الاسباب، مش هاخد فيها. يعني خلينا ندعو يا استاذ محمد مع حضرتك هذه الفكره الهامه، مشروع